فكره، لان هو كان الحقيقه كان اداؤه ممتاز يعني في الشوط الاول، احنا شفنا اداؤه برده كان كويس قوي، فكان خساره ان هو يعني يحصل على طرد. كل اللعيبه بصراحه، كل اللعيبه يعني طبعا برده طمنتنا للحته دي. مزيزو لعب شويه فيها قبل ما التغيير، عمر كمال عبد الواحد عاوز اديله حقه برده، انا شايف عمر نمره واحد في مصر في الحته دي. مع يعني محمد هاني لعيب مميز جدا ومميز في النادي الاهلي ومميز في منتخب مصر، بس انا شايف الحته دي عمر كمال فارق شويه، لان عمر في الهجوم يعني الحته الهجوميه عنده اقوى، وانت في منتخب مصر في البطوله اللي جايه احنا معانا برضو فرق يعني غانا وسيريون سيريون، انا شايف الـ الـ يعني الفرق دي انا شايف عمر كمال عبد الواحد هو اللي ممكن يبدا في المباراه اللي بعديها، ممكن هاني وعمر. انا شايف برضو في اوقات لو في مشكله في حته البكره دي، انا شايف زيزو برضو لعيب جوكر ممكن يلعبها في الفرق اللي هي في اول المجموعات يعني. طيب هو مش مباريات يعني بالظبط، لان زيزو بيلعب ناحيه الرايت بشكل كويس جدا، وما دام انت هتلعب بثلاثه ديفندرات فمش يعني زيزو يلعب كانه جناح. وانت شايفين الماتش زامبيا هو اللي عامل الاوفر المميز جدا اللي جابه حمدي فتحي، انا شايف زيزو بصراحه لعيب جوكر ويلعب في اي مكان.